القضيه ولا خلينا نقول لك احنا من عندما سمعنا الخبر فوجئنا كثيرا على هذه الطريقه الغريبه باش اللي تقتلت بها واللي هي غريبه كما قلنا على المجتمع المغربي، مغاربه علينا كاملين، على الهويه المغربيه، الثقافه المغربيه. وصراحه المرحوم الله يرحمه كان من المناضلين، من الناس الخيار المقبولين. عرفناه في البرلمان ملي كان رئيس لجنة ديال الشؤون الاجتماعيه، والسيد كان رازين وكان مقبول وكان متفتح وتقبل الاراء المغايره، وان الله وانا راجعون. وكنا نعزيو بحراره هذوك الوليدات الصغار اللي ترك المرحوم. لا اعتقد القضاء والامن والمصالح المختصه هي اللي يمكن اللي ما تثبت لها زعما اي تفسير واي هذا. كيف ما كان السبب ما خصو يكون هادشي، كيف ما كان السبب.